صباح الخير. امبارح الام تي في عملت روبورتاج بمناسبة مرور سنة على انتخاب هيدا المجلس اللي الحالي، وعملت مقابلات مع نواب وات سو كولد التغيير، انه شو عملوا بهالسنة وشو قدروا غيروا وكذا. هلا مين نقت؟ نقت وضاح الصادق ومارك داو ونجاة صليبة وحليمة كعكور. هلا اذا في حدا بهال 13 مثل مبدأ كلهم، يعني كلهم يعني واقف ضد النظام السياسي ككل، اما ضد المنظومة السياسية ككل، هي حليمة كعكور اوكي، وابراهيم منامنة بركي، ما بعرف اذا في شي حدا غير يقول يعرف عن حاله، لانه هودي الثلاثة اللي عمل معهم مقابلات يعني مطارحين نفسهم ك 14 ادارة عادي. يعني انه عشو يا ام تي في عم تعمل مع هول الثلاثة بالذات يلي هن سووا دوج التغيير؟ ما عم بفهم انا انه هول بالنسبة لكم انتو ام تي في، هول بالنسبة لكم تغييريين، ما هول 14 دار، ما مارك داو اشتراكي وجيبوا لي اشتراكية، يعني الاشتراكية هون على راسي القليل صادقين مع حالهم، بس مارك داو كذاب. نجاة عان صليبة سعداني وكمان 14 دار، بس 14 على سعداني كمان، نزلت قالت 100 يوم بالمجلس المقتصمي تنتخبوا رئيس جمهورية وطلعت على جنيف 100 يوم جو دو بيست وفو دو كان وطلعت على جنيف. شو عملت يعني؟ وضح الصادق يعني خد لك هالتكله هداك هداك يعني عادي، ما بعرف كيف انا بعدهم حاسبينه يعني تغييريين. يعني هو اساسا 14 واساسا تيار المستقبل وبعده لهلا 14 دار، لانه خلص تيار المستقبل عامل من يومين تويت قال عم بيهاجم المطار وانه المطار تشغيل وتعتير صاير ومدري شو، انه ليك حبيبي شو في بالبلد ماشي، عم تتمنيك على المطار اللي مشغلته وزارة الأشغال من دون ميزانية ولك من دون صيانة من دون ولا ليرة عم ياخدوها من الدولة، ولا شكور ربك وروح بوسه بسرميت ولا الوزير انه بعده مشى المطار، بعدك عم فيك تطير، كل البلد رجع على الدبة وبعده المطار ماشي، روح اشكره للوزير بدل ما تتمنيك عليه.